وصلنا استاذ. روح للولي الجامعة. استنى حضرتك الأول؟ لا أنا هطول شوي. يلا يا شيرين. يلا يا أختي. إيه يا أختي ده؟ ده باب عمارة، أنا لا شايفة مصنع ولا يحزنون. تعالي بس وراي، تعالي. رايحة فين يا ست هاني؟ اسمك ايه يا حلو؟ رانيا. ازيك يا رانيا؟ انت عارفة انا مين ولا لا؟ انا مهرة ابو الليل. يا خبر ابيض، طبعا يا فندم، ده انت حضرتك مرات زيدان باشا صاحب المصنع. والنبي عسل. ازيكم يا امارات؟ معقولة؟ الهانم بنفسها عندنا؟ لما تكون بتكلمني ترمي الزفت اللي في ايدك ده. تؤمري؟ ايه يا صحر؟ مش هتيجي تسلمي على صاحبتك؟ صباح الفل يا ست الكل. بسم الله ما شاء الله، شرفتينا ونورتينا يا مرات اخويا. انا هنا بصفة العضو المنتدى، مش بصفتي مرات اخوك يا يسري. بس كده؟ شرفتينا ونورتينا يا مهرة هانم. أنا جاي عشان أبلغك على شوية قرارات جديدة. قرارات إيه؟ يعني هنفتح البيبان المقفول وهنعمل سجل تجاري لكل المصانع والمصنع ده، والتأمينات للبنات كلها هنا في المصنع. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ وصفاء تعرف كده؟ لا ولسه. الورقة دي عشان نقلك من المصنع هنا. أما الورقة دي بقى عشان فصل العترة من المصنع. استنى، في ورقة كمان. أما بقى الورقة العسل دي عشان سحر، عشان هي اللي هتمسك المصنع هنا. وربنا ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. انا متاكده يا سحر ان انت هتعملي كل حاجه هنا هطلبها في المصنع بالحرف واكتر، وهيبقى احسن مصنع في المنطقه طبعا. يلا يا شيرين. يلا يا اختي. باي باي يا رانيا. باي باي يا حبيبتي. يلا يا اختي انتي وهي شوفوا شغلكم.